القرية التضامنية في نسختها 11 تفتح أبوابها في وجه زوار ومريدي الزاوية القادرية البوتشيشية، لقاء عالمي برزت فيه علامة الصنع في المغرب، علامة ترمز إلى الجودة والأصالة في الأسواق الدولية والوطنية. علامة صنع في المغرب لقد ركز عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه لعيد العرش الأخير، وأكد جلالته نصره الله على أن ضرورة يعني الجدية في التدبير والحكامة، وحتى هذا المجال يعني الاقتصاد التضامني والاجتماعي والمؤسسات يعني المتوسطة والصغرى هي محتاجة إلى هذا البعد القيمي من جدية وصدق في العمل. هي منتوجة مجالية متنوعة تؤثث فضاء هذا المعرض، معرض جمع تعاونية أتت من مناطق مختلفة لتقدم منتوجات تسترعى كافة شروط السلامة الصحية، ففي هذه الأروقة قد تستوقفك منتوجات غذائية وأخرى للتجميل، والصناعة التقليدية المغربية حاضرة بقوة. هي تعاونية مع تعاونيات داخلة في هذه القرية التضامنية في نسختها 11 اللي المنتجات ديالها تتمثل في البخور والعطور، واحد مجموعة ديال العطور وواحد مجموعة ديال البخور اللي من صنع ديالنا حنا، لأن هذا الدار الشريف هذه ماركة اللي تنرسخوا علامة صنع في المغرب. هذه ثاني مشاركة ديالنا في الزاوية البوتشيشية، وكيشرفني أنني اليوم كنمثل مدينة وجدة بالمنتوج ديالي، المنتوج اللي كتميز به المنطقة الشرقية. اليوم جايبة منتوجات متنوعة بحال الكعك الوجدي، المقروط، الكاطو ديال الرحى، وجايبة شكيلات اللي كتميز بهم يعني المنطقة ككل. اليوم كنبغي نشكر الناس اللي ساهرين على هذه التظاهرة هذه، واللي تيعطيو فرص للشباب باش يبينوا بالمنتوج ديالهم ويبينوا الطاقات والقدرات ديالهم. عندنا المنتوج ديالنا هو العسل، وكاين عندنا المرمز الزميطه، كاين الشيشه ديال الزرع بوحده، وكاين المهم كاين جميع الانواع. واش غادي نقول لك، والمشاركه زينه، راح نتعرفوا على الناس اللي كنشتغلوا بالضبط على المنتجات كوزميتيك اللي هما الطبيعيين اباس دي برودوي ناتوريل بحال العسل، الارغان، زعفران، النيلة، لي غوماج، وتقطير ديال الورد وديال الزهر. بالنسبه لهذا المريض هذا غادي تكون مشاركه رقم 3، طبعا كانت مشاركه قبل من فتره ديال الكورونا، وكاينه مشاركه الان. طبعا هي مشاركه اللي هي ممتازه وفعاليه رائعه، وتستفدوا فيها مزيان، فيها دورات وبدعم طبعا من طريق القدريه البوتشيشيه. جينا ان شاء الله لهنا البوتشيش، والحمد لله يعني لقينا واحد الاستقبال كبير، والتنظيم كان في المستوى ورائع جدا، والحمد لله يعني قدمنا المسائل ديالنا، قدمنا المنتجات، عجبت الناس. إن القرية التضامنية في دورتها 11 والتي تتم تحت شعار الابتكار الاجتماعي وتسويق علامة الصنع في المغرب، تميز، إبداع وتأثير سوسيو-اقتصادي تروم الاحتفاء بالتميز المغربي من خلال إبراز ما تزخر به المملكة من منتوجات مجالية، كما تعد فضاءً للقاء والتواصل بين الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي.